Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour mes amis, bonjour mes élèves, bonjour pour tous. Aujourd'hui, on explique le 25e cours de la langue française avec votre chaîne Français Facile. Aujourd'hui, on va faire révision finale. Première année préparatoire, bienvenue. Aujourd'hui, Inch'Allah, on aime le muraga'a, nihaïa, ala, nihaïd, el'aïm, fadani. Première année préparatoire, bienvenue. Et saf l'awal, l'aïdidi, manak, bienvenue, al mustawa arrafia. طبعا ده اهم الاسئله اللي ممكن نتعرض لها ان شاء الله في الامتحان المنزلي. هنقول كده اهم الاسئله، نشوف كده شكل الامتحان. هيبقى عندنا اول حاجه تكست، قطعه هيكون عليها اسئله شوازي لابون ريبونس، وبعد كده سيتياسيون مواقف شوازي لابون ريبونس، وبعد كده يكون عندنا اسئله جرامير برضو شوازي لابون ريبونس. اول حاجه نقول كده لي، سؤال اولاني لي بيان سو ديكيمون بو ريبون دي كيستيون. اقرأ جيدا هذه القطعة ثم أجب على الأسئلة. هنشوف كده القطعة بتقول إيه. À 11h du matin, Sarah et sa mère vont au marché pour faire des courses. Le marché est très animé. La mère achète 3 kilos de tomates, 2 kilos de concombres et 1 kilo de fraises. Car Sarah aime beaucoup les fraises. مي النمبا لي باستيك وريبيت. هنعيدها مرة تانية كده ونشوف القطعة بتقول ايه عندنا. أونزور في الساعة 11 دو ماتان صباحا، سارة اي سامير فونتو مارشي، سارة ومامتها ذهبوا إلى السوق أو يذهبوا إلى السوق. بور فير دي كورس، من أجل عمل التسوق، يعني يقوموا بالتسوق. لو مارشي تريز أنيمي، السوق كان مزدحم أو مليء جدا أو به حركة كثيرة. لو مارشي لا مير أشيت 3 كيلو، لا مير أشيت الأم اشترت 3 كيلو دو تومات، 3 كيلو طماطم، 2 كيلو دو كونكومبر 2 كيلو خيار، 1 كيلو دو فريز وكيلو من الفراولة. كار لأني سارة إن بي كل فريز، سارة بتحب كتير الفراولة. مي إنبا لي باستيك، إنبا لي باستيك هي ما بتحبش لي باستيك اللي هو البطيخ. هلو الله مرة كمان. À 11h du matin, Sarah et sa mère vont au marché pour faire des courses. Le marché est très animé. La mère achète 3 kilos de tomates, 2 kilos de concombres et 1 kilo de fraises. Car Sarah aime beaucoup les fraises, mais elle n'aime pas les pastèques. شوف كده السؤال الأولاني. Choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. شوف السؤال الأولاني بيقول لي سارة va au marché. آ سارة بتذهب إلى السوق في الساعة كام؟ à 10h, à 11h, à 23h, à midi. طبعا هي بتروح الساعة 11 دابري لو تكست، وفقا للقطعة يبقى الإجابة à 11h. يبقى سارة va au marché à 11h. دوزيام كيستيون، كيستيون نمرو 2. La mère de سارة achète des concombres. Combien de kilos? طبعا مامة سارة اشترت كم كيلو كونكومبر خيار؟ قال لها تبريلو تكست 2 كيلو دو كونكومبر. يبقى سي لا ريبونس 2 كيلو. كيستيون نمرو 3، تروازيام كيستيون. لا مير فا او مارشي افيك سون فيس، سي فيس، سا في، سي في. يبقى لا مير فا او مارشي افيك سا بيتيت في سارة. يبقى لا ريبونس سا في، سي لا ريبونس جوست. دا كيستيون نيميرو 3، لا ريبونس نيميرو سي، سارة سي سارة سي سا في. كاتريام كيستيون، كيستيون نيميرو 4. او مارشي لا مير ناشيت با، او مارشي لا مير ناشيت با، يعني في السوق الام ما اشترتش ايه؟ طبعا قلنا في الاخر خالص اني اي لاشيت، هي اشترت دي فريز، ان كيلو دي فريز، كار سارة ام بي كولي فريز من نمبا لي باستيك، لان سارة بتحب الفريز الفراولة ما بتحبش لي باستيك، ما بتحبش البطيخ، يبقى هي في الاخر ما اشتريتش بطيخ. يبقى الاجابة هتكون دي باستيك، ومارشي لا مير ناشيت با دو باستيك. ننتقل بعد كده للسؤال التاني، سؤال السيتياسيون، سؤال المواقف. شوازي لا بون ريبونس. احنا كده بنقول اهم الاسئله المكرره علينا في منهج اولى اعدادي للغات اللي هو منهج بيان فيني.
Félicitations, Philmore. La première question, question numéro 1. Situation numéro 1, tu demandes au vendeur le prix des carottes. Tu demandes au vendeur le prix des carottes. Tu as tout le monde, le béa, serre, le gaza. Tu dis, tu as tout lui. Ça fait combien? Ça fait 50 livres égyptiens. Vous avez des carottes? 2 kilos de carottes. طبعا لما نسأل عن السعر هنقول ça fait combien انه بكام يبقى تي دوموند لو فوندور لو بري دي كاروت تو دي ça fait combien. Deuxième situation, situation numéro 2. À la gare tu dis au guichetier, في المحطة tu dis au guichetier بتقول لي موظف صرف التذاكر, الموظف اللي بقاعد على شباك التذاكر في المحطة بتقول له ايه؟ هتقول له ايه لا جار Voilà deux tables, s'il vous plaît. Un billet aller-retour, s'il vous plaît. Un café, s'il vous plaît. Tabanaolo, un billet aller-retour, s'il vous plaît. Taban, billet aller-retour, maintenant Taskara, Zeheb ou Aouda. Aller-retour, Zeheb ou Aouda, s'il vous plaît. C'est la réponse juste. Question numéro 3, troisième question. Ton copain te demande de l'heure. Il dit. Ton copain, زميلك, te demande, بيسألك l'heure أو بيسألك عن الساعة. زميلك بيسألك عن الساعة. Il dit, هو قال إيه؟ هيقول il est midi, je suis en retard, il est minuit, il est quelle heure؟ طبعا la réponse juste, il est quelle heure؟ يبقى ton ami أو ton copain te demande l'heure, il dit il est quelle heure؟ زميلك لما بيسألك عن الساعة قال إلي كالور. ده كده السؤال التاني أهم المواقف المكررة علينا في المنهج. ننتقل بعد ذلك للسؤال التالت روزيام كيستيون, سؤال الجرامير. شوزي لا بون ريبونس, اختار الإجابة الصحيحة. هنا هنختار الإجابة الصحيحة في ريجل دو جرامير, قواعد النحوية المكررة علينا. لا برومي كيستيون, كيستيون نمبر 1, لا سومين باسي دينا Point parti à l'osor. في الباسي كومبوزي لو باس لا سومين باسي, طبعا كلمة باسي من كلمات الدالة على الباسي كومبوزي, هنقول إن دينا سافرت إلى الأقصر, طبعا فيرب بارتير من الكاتورز فيرب كي برون فيرب إتر كون فيرب أوكسولير بياخد فيرب إتر كفاعل مساعد, طبعا هنا هناخد فيرب إتر يبقى إيه؟ يبقى نقول كده لا سومين باسي دينا إي بارتي, دينا إي بارتي, واللي على كور يوجد التبعية مع دينا لان 14 فيرب, طبعا بارتي من 14 فيرب اللي بياخد الفيرب الاوكسولير فيرب اتر, يبقى الاجابه لا سومين باسي, لا سومين باسي دينا اي بارتي الاقصر, دينا سافرت الاقصر. دوزيام كيستيون, كيستيون نمبر 2, اس طبعا هنا بنستخدم كي اس اللي هي كي اس معناها من هذا, كي اس يبقى نستخدم كي قياس من هذا للعاقل قياس, طبعا مش هينفع نستخدم كو وكو ابوستروف وكيل, يبقى الاجابه الصح هي قياس. تروزيام كيستيون, كيستيون نيمرو 3, دومين لي زيلاف فون بوين لو دوفوار ا لا ميزون, دومين لي زيلاف فون لو دوفوار ا لا ميزون, بكره غدا طبعا دومين غدا لي زيلاف التلاميذ هيعملوا الواجب في المنزل, تان فيتشر بروش طبعا التون دو فيتشر بروش, زمن الفيتشر بروش بيكون طبعا الفورماسيون بتاعه اللي هو فيرب الي او بريزون بلس لي انفينيتيف, بلس لي انفينيتيف اللي هو مصدر الفيرب, الانفينيتيف هنا اللي هو فيرب فير, يبقى سي لا ريبون جوست, يبقى نقول كده الاجابه بتاعتي دومي لي زيلي فون فير لو دوفوار ا لا ميزون, غدا التلاميذ هيعملوا الواجب في المنزل. Demain les élèves vont faire le devoir à la maison. Radan, les talamis, hayfalu alwajib fi almanzil. بكده دي أهم الأسئلة اللي إحنا ممكن نتعرض لها أو أهم النقاط اللي ممكن نتناقش فيها في منهج الصف الأول الإعدادي للغات, منهج بيان بيونيو وفقا للامتحان المعدل هذا العام اللي هو الامتحان في عن طريق المنزل. في نهاية الفيديو لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والإشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد مع قناتكم المفضلة فرنسي فاسيل. أوروفوار.